إذا هذا تكملة للمرة الماضية كان عندنا مشكلة في المحاضرة الماضية كانت مشكلة الفايرنج بولسز زي ما شرحت الآن إنه عندي فايرنج بولسز اللي بتطلع من هون راح تكون 2 3 4 5 6 1 هذا حسب الترتيب اللي 2 اللي هي تي بار وإس بعدين عندي آر بار إس بار تي وبعدين برجع مرة ثانية على آر بروح عندي 1 2 3 4 5 6 وانا بقول بكمل مرة ثانية هذا بس الاصطلاح اللي بقوله هون السينكرونايزيشن عشان انا اضل مرتبط بالاصطلاح اللي هو حاطه هون اللي هو اي دي دخلت عليه ار ماينس اس واس ماينس دي وتي ماينس ار حسب ما بتتذكروا حكينا انه الزاويه المينيمم هي 60 درجه ولذلك اللي انا عملته هون هلا في هذا البلوك اللي موجود هون حطيت المينيمم انجل 60 درجه حطيت انا ملاحظه هون كونستانت دو نوت تشينج فاقل زاويه ممكن هي 60 هلا ليش حطيت 60 ومش 30 لانه السينكرونايزيشن تبعي جاي من مين من ار ماينس اس لو انه السينكرونايزيشن تبعي جاي من ار كان المينيمم انجل بتكون 30 اذا انا لازم اتاخر عن ار ماينس اس ب 60 او عن ار ب 30 لاني دخلت هون ار ماينس اس وواضح اني دخلت ار ماينس اس اي بي لاني دخلت ار هون دخلت اس هون اخذت اس هون تي وبعدين هون تي وار فهذول هم اللاين فولتجز واللاين فولتجز دخلوا هون لانه اللاين فولتجز دخل هون من انجل 60 هلا الاكشوال فايرنج انجل وين بحطها؟ هون هاي بتصير الفا وهاي الفا من تقاطع ار وتي بتصير فزيرو اقل قيمه لها ممكن تكون زيرو لانه هون عمالي انا بجمع هون وبدخل هون واضحه هاي؟ هذا انيبلت البلوك وهذول نفس الشيء السكس فيزز اللي كانوا موجودين هون المالتيبلكسر اللي موجود هون اذا بنطلع عليه انا كمان سميته بنفس التسميه وبنفس الارقام اللي استعملناها هناك فراح تشوفوا انه هذا كمان جيد من الجود دوكيومنتيشن اتس اكزامبل اوف جود دوكيومنتيشن انك انت لما تصمم شغله تصمم سوفت وير دائما تحط شرح فعندي هون هذا الاثنين ثلاثه اربعه خمسه سته واحد ولو هذا عندي هون ار ماينس اس كانه اللي هي جاي بوزيتيف من هون وهدول تكملتهم تكملتهم هلا هدول صار بروحوا على واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة حسب الترتيب اللي احنا شرحناه هناك بالنسبة لهدول 6 اس سي ارز، ال 6 اس سي ارز هدول كمان ترقيمهم أنا رقمتهم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة بعدين بنضربهم مرة ثانية. إذا بدنا تتذكرهم بسهولة هي عندي اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة بعدين حطيت ريزستيف لود زي ما حكيتكم تتذكروا المره الماضيه كمان مشكله ريزستيف لود اذا ما حطيت لود بالمره في عندي مشكله بالاوتبوت فولتج ما ببينش معي بشكل واضح الاوتبوت فولتج فالاحسن انك تحط على الاوتبوت حتى لو ريزستيف لود 1 كيلو اوم او 100 اوم. هلا في شيء جديد انا عملته بدينا نحكي فيه المره الماضيه رح نكمل فيه بتفصيل اكثر تتذكروا حكينا عن الافرج تبع ويف فور الافرج لويف فور الافرج لويف فور انا بقدر احسبه بالانتجريشن رح نحكي عنه بتفصيل اكثر عشان اساعدك تتاكد انه جوابك صحيح او لا لما تحسب انت الافرج في عندي هون بلوك انا جبته اسمه موجود بالسيم باور سيستمز كمان اظن انه موجود في الاكسترا في الميجرمنتس بيعطيني المين فاليو اللي هو الافرج واحد الاشياء اللي مطلوبها مني طبعا هذا البلوك اذا بتفتحوه اخذت انا نفس الفولتج اللي راح اعرضه على الاسلوسكوب بس اخذته نفسه ودخلته على المين فاليو حتى اشوف الافرج هلا المين فاليو مطلوب مني شيء انا لما بعمل افرجينج بدي اعمل افرجينج على فتره محدده انا هون عارف الفريكونسي اذا 50 هرتز فلما اخذت واحد على 50 يعني انا عم بقول له اعمل لي الافرج كل 20 ملي سكند كل كيلو هذا احسن عشان يطلع معي بسرعه الافرج تبع السيجنال جاي والشيء الثاني اللي استعملته حطيت هون زي ديسبلاي كيف ال سي دي اللي بيستخدموه في التك نفس الفكره تقريبا اخذت البال من هون حطيته حتى انا اشوفه كمان اقرا وكثر مع اني كنت بقدر اشوفه على الاسلوب اذا الان احنا رح ناخذ رح اخلي الزاويه هلا هون قديش الزاويه هلا هذا زيرو في شيء تحت كمان تحت على اليمين هون بس معلومات انا حطيت هاي هون حطيت شوية زي دوكيومنتيشن كمان بلوك في بلوك في بلوك هون اصلا هون اللي عملته عشان تقدروا تشوفوا البلسز والالوان هلا رح نشوفهم كمان نطلع عليهم رح فرجيكم انه الالوان كيف اذا بدك تعرف هذا الاشاره اللي تطلع هون هي هاي الاشاره الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه لانه هو بيطلعش عندي ليبل هلا في اصطلاح بالاوسيلوسكوب راح افتحه من هون خلينا نشوفه هي كلر كود كونفنشنز هذا بتقدر تطلعه من الدوكيومنتيشن
هذا ترتيب الالوان السته اللي بدخل على الاوسيلوسكوب. بعد هيك بده يصير يستعمل برليه نفس الالوان. اذا المجنتا ايش مجنتا؟ احنا بالعربي بنفسجي، مش بنفسجي، بنفسجي مجنتا. يلو مجنتا ساين، بعدين احمر اخضر ازرق. هلا بتشوفهم الالوان هذول. خليني اعمل شوف اذا بروح اعمل ران او بدي اعمل ران. طيب خليني اعمل ران. اذا رح نعمل ران الان رح يطلع معي هدول البلسز، هدول الفايرنج بلسز السته اللي حكينا عنهم. حتى نحاول نقدر نميزهم، نعرف مين اللي جاي قبل مين ومين جاي بعد مين. هو بيعمل ران رح يطلع فوق هذا عماله بتغير بذلك. هلا بثبت على افرج فاليو بالنهايه الافرج تبعه. خلينا نطلع وش على الاوسيلوسكوب. هلا هون في ترانزيت كثير طبعا على بين ما يقدر فاليو يعمل شوي صحيح. هل هذه صحيحه الويف فورم؟ ايش اول لون؟ هذا اصفر مضبوط؟ مضبوط اصفر؟ اصفر ايوه. اه هذا اللي هو اول شانل دخلناه بالاول، وهذا الثاني، هذا اللون ايش؟ هذه كرنت؟ لا 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 انا بدي لون بس لون عشان نشوف لونه. هذا الصوت قرمزي. هذا هو المجنتا. هذا المجنتا ايش هو؟ بنفسجي؟ اه اللي بعده. اوكي نطلع مره ثانيه، خلينا نتاكد هاي ما صحيحه. المفروض يكون عندي كم بلس لازم يكون عندي كل بيريود؟ هو 6 بلس ريكتيفاير مش هيك؟ قديش البيريود عندي؟ هاي 20 مش هيك؟ هاي 20. خليني اخذ هاي 20 ملي سكند، مش هاي 20 ملي سكند بين هون وهون؟ إذا بين هاي النقطة وهاي النقطة 20 ملي سكند، خلينا عندهم من 0.06 ل 0.08 قديش لازم يكون عندي كم بلس؟ 6. المشكلة إنه هاي جاي بالنص، خليني أبدأ من هون. هاي واحدة، هاي تنتين، هاي ثلاثة، هاي أربعة، هاي خمسة، هاي ستة، مضبوط؟ بالنص بالنص هاي لنص هاي، إذا هي فعلاً 6 بلس وهذا هو معنى 6 بلس ريكتيفاير أو 12 بلس ريكتيفاير، إنه في البيريود الكاملة لازم يطلع معي 6 بلس. رح تلاحظ كل واحدة من هدول 60 درجة. كل واحد من هدول 60 درجه. كل اس سي ار ضل شغال ل 120 ولطفي ل 240 بس في شيفت 60 درجه. وهون الافرج قديش تقريبا الافرج هون بتعتقدوا تقريبا جاي؟ هذا الافرج انا كمان عملت له بلوت اللي جاي قديش هون بشكله؟ شكله تقريبا 511 هون مبين 511 مش هيك؟ واللي هو مبين معي كمان. نطلع هلا على طب خلينا نغير الفايرنج انجل الان نشوف اذا بضبط معنا بتغيير الفايرنج انجل. لما بغير الفايرنج انجل هون خلينا اعملها مثلا 30 درجة. لاحظوا انه اللود ريزيستيف فراح يطفي الكرنت راح يكون ان فيز مع اللود تماما وراح يعمل ديسكونتينيو راح يطفي الكرنت راح يكون ديسكونتينيوس كرنت لما يطفي. اذا كان بالحالة هاي وصل ديسكونتينيوس راح يكون شكله نفس الشكل نفس الشكل الكرنت راح يكون الويف فورم راح يكون شكلها نفس شكل الفولتج ويف فورم. فخلينا الان نطلع من هون هي بتشوف كيف الفولتج عماله بيتغير لسه عم بيعمل عم بوصل ستيدي ستيت فاليو. هاي البلسز هلا اذا بتطلعوا على البلسز هون خليني اعملها هذه من هون
شوف الان السكس بلسز جاي عندي، الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه السادسه. الاختلاف انه هاي هي الار، لاحظوا هاي الار هي بتسبق هذه الهرمون، فبس هي الترتيب اجى انه هاي الواحد لازم تنحطها هون، بس رح يضل نفس الترتيب. لو رفعت هاي حطيتها هون رح الاقي انه هاي اجت الاول بعدين هاي بعدين هاي بعدين هاي بعدين هاي بعدين هاي بعدين هاي. هون صار ما فيها هاي المشكله. لو بدي اغير الزاويه مره ثانيه ما بعرف ليش ما اعطاني هذا الشكل الغريب. وصلت وزبطت معنا. طيب نرجع مره ثانيه على الصفحه نتاكد منها. الدبل بلس خليني اتاكد اذا انا معطي دبل بلسينج. حكيناش احنا عن الدبل بلسينج؟ هلا ببين معي مباشرة هون مشغولنا مضبوط. إذا هذا الفاليو ارتفع لقيمة منطقية 400 ميجا أمبير. إذا لازم أعطي في حالة هي دبل بلسينج حتى يبدأ البريدج. ماشي قديش نحط لنا الزاوية هناك؟ أنا 30 من الزيرو من الانترسكشن تبع تي، بس في 60 زاويه اوريدي هذه عشان نبلش. دكتور ايش هي الماكسيمم انجل؟ الماكسيمم انجل بالحاله هاي اظن انها هي نظريا رح تكون 120 عمليا. هلا انا لما وصلت حوالين ال 150 100 حوالين ال 105 115 ضل في جزء بسيط ما بنزلش فيه له سبب كثير وتفسير علمي. هلا لاحظوا الزاويه عندي من هون تاخرت بمقدار 30. هلا بتكمل بعد لانه هذا لسه ما اشتغلش. لما يشتغل الاس سي ار اللي بعده بتفل اللي قبله لانه بصير ريفرس بايس، بس لحتى ما يشتغل بيكمل من هون بنزل للنقطه هاي بضل مكمل بضل اون لفتره ما حد اللي بعده يشتغل كونتينوس. الكرنت احنا مش حاطين الكرنت هون، لو حطينا الكرنت رح يكون شكل الكرنت هو نفس شكل الفولتج بالضبط لانه ريزستيف لود. ايش الفائدة من هذا الفيز؟ يعني نحن بدنا نوصل اعلى شيء ما نخسرش طاقة وكذا. صحيح سؤالك كويس، بس لا انا بدي اعمل شيء ثاني كمان. سؤالي كويس، ليش انا عم بعمل هيك؟ ليش ما انا اروح ارجعها على زيرو واخليها على زيرو طول الوقت؟ بدي اغير، مش انا غيرت الافرج؟ مش هلا الافرج قديش صار هلا الافرج؟ 442 لسه ما كان فرجين هناك. شوف بقدر انزله، لاحظ انه هذا البيك من هون ممكن، بس لاحظ الافرج تبع السيجنال عم بنزل لانه عم بقضي وقت تحت برضه بقضي وقت تحت هون، فالافرج تبعه عم باخذ هذا كله في عين الاعتبار. لو دخلته على دي سي موتور، الدي سي موتور لانه هيفلي اندكتيف لود رح يشوف الكرنت تبعه رح يكون بتناسب مع هذا الافرج اللي موجود هون. رح نشوف هلا لما نغير المره الجايه رح نغير اللود لهيفلي اندكتيف لود زي كانه دي سي موتور، رح نشوف انه الكرنت ما بدفع هذا الشكل من هون، بصير له سموثينج والكرنت بصير يتناسب مع الافرج فولتج اللي جاي على الدي سي موتور، فانا صار بامكاني اتحكم فيه. التحكم هذا شوف سهوله التحكم في كل هذه الدائره الضخمه اللي فيها هون من وين جاي؟ من سيجنال بسيطه جاي من هون. صار بالسيجنال البسيطه اللي انا بدخلها من هون صار بامكاني اغير كل الفولتج هذا. وهي ممكن تيجي من بيك او بي ال سي او مايكرو كنترولر هاي كنترولر بصير الكنترولر هو اللي بيطلعها. خلينا نغيرها مثلا نغيرها الان، خلينا نحاول نزيدها ل 90 مثلا. نعمل ران مره ثانيه، هلا المفروض كمان الافرج بينزل معك، طلع على الافرج شو عم بصير فيه؟ 107 68 بدينا في البدايه ب 511 442، هلا احنا على زاويه 90 تقريبا حوالي 68 فولت الافرج. هذا هو كل الهدف من هاي انه انا بعمل ريجيليشن لهذا الفولتج بدون ما استخدم ريزيستر، لاني انا كان بامكاني احط ريزيستر ان سيريز مع اللود زي ما كانوا زمان يتحكموا في الدي سي موتور، بس هذا طبعا فيري لوسز هيفي لوسز. هون انا بزاويه بسيطه بتجيني ال بي ال سي او بيك مايكرو كنترولر صرت بقدر اتحكم، هي كلها معي 68 خلينا نشوف الزاويه انها صحيحه. لاحظ حتى هون نزل هي واضح انه هي الافرج هون عم بنزل معي القيمه هاي الموجوده هون لزيرو. اوكي ريزيستيف لود خلص بتنزل هون صار عندنا هون ديسكونتينوس كرنت رح يصير في حاله ريزيستيف لود مضبوط، لانه الكرنت رح يشتغل مضبوط. هذا الكرنت رح يشتغل لانه ريزيستيف لود بهاي الحاله الكرنت رح يشتغل الفولتج، ففي عندي لحظه معينه رح ينزل الكرنت لزيرو مضبوط؟ مش هون رح يصير زيرو، الفولتج زيرو والكرنت زيرو لانه ريزيستيف لود، لما يصير اندكتيف لود لا بصير عندي
اختلافات اشياء اخرى بتبين معي. لاحظوا شغلنا الدبل بلسنج ولا البريدج ما راح كان يبدا في البدايه. في البدايه لو شغلت واحد وانا مش مشغل مثلا اثنين معاه، مش واحد واثنين، واحد واثنين، لما بشغل واحد بده ايش يشتغل معاه حتى يقدر يشتغل، فبعطي بلس ثاني، بعطي تو بلسز. ولذلك اطلع مره ثانيه على الاسكوب راح تشوف الدبل بلسنج واضح هذا الموجود، لان احنا شغلنا هي دبل بلسنج. هون واضح الدبل بلسنج. شغلت هات، لما اجيت اشغل اللي بعده هذا ما راح يقدر يشتغل اذا اللي قبله ما كانش شغال، فرديت عدت لهذول الاثنين حتى يشتغلوا مع بعض يمروا كرنت، الكرنت بده تو باز، بده مش بده مدخل مخرج، ما بينفعش اني اشغل هات وانا مش مشغل فشغلت اللي قبله منه معه. نفس الشيء لما اجيت هون، لما اجيت اشغل هات شغلت اللي قبله معه. هلا هي نظريا هاي بس للبدايه، المفروض انه بعد ما يشتغل البريدج خلص بضل يكمل هذا، بس احنا بنخلي الدبل بولسنج. لو شلت الدبل بولسنج، لو عملت ان دبل بروح هذا بضل البولس الاول ما اشتغل معنا زي ما شفت قبل شوي. ومش لازم اخلص اللي قبله بعدين تشغل اللي فوق. هلا احنا شغلنا هات، لما شغلنا هات شغلنا اللي معاه قبله، لما شغلنا هات شغلنا اللي معاه قبله. هلا بعد فتره لو شلت الدبل بولسنج بيشتغل البريدج بيكمل، بس في البدايه حتى يعمل ستارت لازم اكون عامل الدبل بولسنج. ماشي، في اسئله على هاي. هلا في كمان عندي ار ام اس بلوك، رح تشوف رح اعطيكم بعض مسائل تحبوا المين والار ام اس، رح تقدر تحط بدال هذا المين بعد تحط ار ام اس بلوك. خلينا نشوف اذا البلوك ده كان ببين معنا، تعمل اللايبرري براوزر بعدين تروح على السيم باور سيستمز. اذا بتنزل الان على السيم باور سيستمز اظن في عندي هون اكسترا لايبرري فيها ميجرمنتس، والاكسترا لايبرري فيها كمان مش بس المين، فيها كمان ار ام اس، وفي كمان اكتف اند رياكتف باور. اذا بدخل الكرنت والفولتج بقدر اكسب الاكتف رياكتف باور، اللي كمان مهم جدا هون في فوريا. طبعا فوريا بيهمنا بس مش كثير، بيهمني اكثر هون الهارمونيكس، هي التوتال هارمونيك ديستورشن. التوتال هارمونيك ديستورشن بعطينا قديش الديستورشن الموجود في كرنت او فولتج. شو هاي الدواء اللي بيكون يعني كثير صغير يعني بيكون فيها هارمونيك؟ هلا هون طبعا احنا عندنا هارمونيك، صح عندنا هارمونيك، لان احنا الكرنت اللي بنسحب بطل صار يصير يقدر من السبلاي. كيف بدي اعرف شكل الكرنت اللي بسحب من السبلاي؟ وين بدي احط السكوب هون؟ بدي احط كرنت هون، ميجرمنت هون. مين اللي عم بيعاني من الهارمونيك اللي بسحبه؟ الشركه والكستمرز الثانيين اللي موجودين على الشبكه. فانا لما ببدا بسحب ديسكونتينوس كرنت، الكرنت بطل ساينوسويدا. صاحب الشركه اللي مولد الكهرباء هذا اجى راقب الكرنت اللي انا عم بسحبه هون، راح يلاقي هذا الكرنت بطل ساينوسويدا. صار في هارمونيكس، وبقدر كمان احط انا هون واقيس الهارمونيك ديستورشن، تقدر هذا الهارمونيك ديستورشن اللي في الكرنت اللي عم بسحبه، شو اللي هذا الكرنت اللي بسحبه. ماشي، في اسئله؟